مزارعته تعتبر بيوت الموتى، ولكن في قرية سولم انتهكت القبور، حيث تكشفت وظهرت العظام على سطح التربة بعد أن أهمل جدار يفصل المقبرة عن البيوت المجاورة لها، جدار معرض للانهيار والسقوط في كل لحظة. هذا السور سور داعم للمقبرة الشرقية في قرية سولم. المجلس قبل سنة استلم ميزانية من وزارة الأديان عشان يعمل الجدار اللي يحمي المقبرة. المجلس باشر أعماله قبل سنة، لكن بعد جمعة من مباشرة أعماله عمل بس الأساس تبع السور ووقفت سلطة الآثار. مرقت سنة والوضع على ما هو. يشكل سقوط الجدار خطراً على البيوت المجاورة، مما أدى إلى تزاحم التذمرات وشكاوى السكان لأصحاب الشأن في المجلس المحلي بدعوة إيجاد حل سريع ومعالج للوضع القائم. أنا ساكن أقرب واحد على المقبرة، أنا أكثر واحد متضرر من هذا الأذى اللي بيصير. أجوا قبل بسنة حاولوا بلشوا يشتغلوا، بعد بكم من يوم حكونا أنه سلطة الأثار وقفتهن. بالنسبة كانت عن الشتاء الأمطار عنده سبب لي أضرار بالبيت. منظر العظام مش محبذ أنه حدا يشوفها، خصوصا أطفال صغار. كمان يعني لرحمة المسلمين اللي توفوا هنا. إحنا اللي منطالب فيه أنه هذا الصور جدا خطر، كانوا في عندنا أولاد، وأنه عم طالب أنه يكملوا الصور بشكل كامل من ناحية ميزانيات. أنا راح أوصل للمجلس إن هون في بيوت اللي عم تدفع الجباية اللي هي بسموها اللي بأرنونا، هاي الأرنونا بتكفي لصور اللي بحكلف 40 أو 50 ألف شيكل تقريبا. طبعا أنا بتوقع الحل الموجود حاليا هو إنه تشكيل لجنة دينية من رجال الدين أو مثل المساجد في القرية حتى يواكبوا عن كثب عن المشكلة الموجودة، ويتوجهوا بتوصيات إلى رئيس المجلس كبناء السور الواقي أو تعيين لجنة أو جمعية الأموات في قرية سولم وتغطي كل هذه المشاكل الموجودة اليوم. إحنا بنطلب من المجلس يعجل بالموضوع قد ما هو بيقدر عشان يحل المشكلة، عشان يحل الأزمة هنا. الميتين هنا، عظام الميتين قاعدة بتنزل، ولازم بأسرع وقت يجيب الموافقات المسؤول عنها ويتمم الجدار ويخلص معاناة السكان الموجودين هنا. هذا هو حال المقبرة في قرية سولم، تجاهلا لمشكلة جوهرية تمس حرمة القبور، تمويل وموافقات طال انتظارها، وشكاوى تزداد يوما بعد يوم على أمل تحقيق وعود كومت بلا تنفيذ. جاء في تعقيب المجلس الإقليمي بستان المرج على كل من رئيس المجلس أحمد مصطفى زعبي ومهندس المجلس أحمد مقداد زعبي. طوال سنوات عديدة كانت مشكلة المقبرة في سولم تزعج الأهالي، فالتراب كان ينهار ويهدد البيوت المجاورة، وقد سعى المجلس لحل هذه المشكلة واستطاع تحصيل ميزانية من وزارة الأديان، وبدأنا الحفريات بشكل فوري لحل المشكلة بعد التخطيط طبعا، وذلك بسبب خطورة الوضع الذي كان على المواطنين. وبعد أن بدأنا بالعمل جاءت سلطة الآثار ودعت أن هذه المنطقة فيها آثار ويجب أن تكون فيها حفريات لفحصها والبحث عن هذه الآثار، وهذه الحفريات كما تجري العادة تتكفل بها الجهة التي تبني، أي المجلس في حالتنا. فحولنا الميزانية التي حصلنا عليها من وزارة الأديان لأعمال الحفريات، والآن سلطة الآثار شبه انتهت عملها في المكان، والمقبرة جاهزة لإكمال العمل فيها، ونحن في المجلس ننتظر أن تصلنا الميزانية من وزارة الأديان والتي ستخصصها الوزارة بعدما توصلنا معها لإكمال صيانة مقبرة سولم. وتابع المعلومات التي ادعاها عضو المجلس شعاع زعبي غير دقيقة، والصور أيضا ما حصل أن الأعمال لم تكتمل بسبب الآثار وبقي الوضع كما كان منذ سنوات، والآن بعد انتهاء أعمال الآثار ننتظر وصول الميزانيات لنكمل العمل. هذا تماما ما حصل، وهذا كان رد المجلس المحلي على هذه القضية. نرجع للاستوديو
ولا ضيوفنا لحتى هيك نلخص ايضا ونستخلص في ختام هذه الفقره. استاذ محمد تحديدا مع حضرتك بدي ارجع، يعني تحدثنا مجددا هيك نوصل للمشاهدين الصوره كيف تتاثر المصالح التجاريه وهي ايضا في والمفروض تكون في اولويات يعني اي بلدي لتحريك عجله التجاره والاقتصاد. يعني برأيك كيف ممكن يكون المشهد القريب من الوضع المثالي لحتى ننهض بوضع أفضل؟ نعم. على السريع الحالة النفسية إذا أخذنا عينة الشارع الرئيسي في الناصر أو في أي بلدة، خذي أصحاب المحل ليس المحل، أصحاب المحل في حالة نفسية جدا مضطربة وخطيرة وصعبة جدا. القروض البنكية وأيضا دخل إلى هذا الموضوع عامل جدا خطير، السوق السوداء دخلت، أصحاب المصالح لا يستطيعون الوصول إلى نهاية الشهر في قضية إغلاق الديون المرتبطة في استيراد أو جلب البضائع من الوكالات الكبيرة، أيضا لا يدفعون أحيانا على المعاشات، وأيضا يحاولون الهروب إلى أماكن أخرى. فإذا بلشنا يعني إحنا إذا نتحدث عن بناء الإنسان وقضية الإنسان مضروبة والبنشر الكبير والثقب الكبير في قضية التصرف الشخصي، باعتقادي مرة أخرى إذا لم تكن هنالك يعني لجان، وإذا لم يكن هنالك غرف تجارية، وإذا لم يكن هنالك لجان تجار لن يتحرك الشيء. يجب أن تكون منسجمة، يجب تحييد السياسة جانبا وأن تكون البلدية لها سلطة والقانون. هنالك حالة، الحالة هي التصرفات الفردية والجماعية في الشارع الرئيسي، القانون يجبر الكل. وشيء أخير، لماذا عندما نذهب إلى المدينة اليهودية وعندما نقطع شارع أو بلدة عربية ترتبط في مجمع يهودي تتغير منظومة التصرفات؟ أنا لا أفهم ذلك. لأنه إذا الشارع نظيف ما بترمي المحرم. أنا أتحدث عن القانون، عن القانون. عندما أبحث عن موقف سيارات وأدفع، وفي الناصرة أنا أوقف السيارة على حافة الشارع وواحد عنده معرض سيارات يوقف على حافة الشارع، وإذا بتروح تتوجه له موظف من المجلس المحلي فهو برفع تلفون للرئيس بيقول له بنتحاسب بالانتخابات اللي جاي. هذا حالنا. صحيح، هذا حالنا. بدنا نأخذ منك تعليق، وبعرف أنه فتحنا باب جدا كبير، ولكن في البداية تحدثنا عن المظهر الخارجي وداخل الجسم إذا كان بيت مؤسسة، لكن الأماكن التاريخية عندها طابع خاص، الحجر القديم أو الخشب في بلدان معينة، دخول الموديرني مع العصري مع القديم، أم نخلي البلد مثل ما هي تاريخية كيف ما دوريت بحب. اوكي قلت لنا شو انت حابب. اوكي انا قبل ما احكي في الموضوع، الموضوع واسع جدا جدا. نعم. حبيت انا اتواصل مع الاخ محمد واسمع صرخته اللي من دم قلبه بقوله عن السلوكيات في وسطنا العربي واسباب السلوكيات. انا كمان بتواصل مع الاخ محمد في قضيه جوهريه اليوم، هي شغلة هاي مقلقة المدينة ومقلقة التجمعات البشرية والسكنية بالعالم كله. احنا بإسرائيل كثير متأثرين من النموذج الأمريكي. النموذج الأمريكي هو نموذج الضواحي، نموذج الضواحي، أنه في أحياء سكنية صافية وفي مجمعات تجارية خارج المدينة. هذا الإشي عمل يعني اخذ المدينه واخرجها الى الخارج، اخذ المضمون الحقيقي تبع المدينه. اليوم في العالم كله، وفي كمان برضه في امريكا، في كمان حركه اللي هي مناهضه لهذا التوجه اللي هو بسموها حركه العوده الى المدينه، عوده الى المكان الطبيعي، عوده الى الشارع مش للكنيون. علشان هيك يعني الأشياء اللي أنا بفهمها من أخ محمد وبرضه بعرفها من المجال العملي بالتخطيط، أنه إخراج الحيز العام تعال نسميه التجاري، الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية إلى خارج المدينة هي شغلة خطيرة، اللي برضه كمان أنا قلق من عم شو يحدث في التخطيط في الوسط العربي. فاليوم في عملية التخطيط أنا حسب رأيي التخطيط الجيد هو التخطيط الذي يعني ينجح في دمج الحديث مع القديم. في عنا احنا التقليد وفي عنا الحداثي. عملية الدمج الحداثي والتقليد، الموضوع اللي انت حضرتك طرحته هي برضو موضوع موجود في لب عملية التخطيط المديني وعملية التصميم المعماري. في عنا ايش بسموها المشهد الحضاري، مشهد حضاري اللي هو بيعكس حضارة معينة. أنا بتفرج على صورة بقول هاي بالهند، بتفرج على صورة بقول هاي في باريس، هاي في أمريكا. في عنا إحنا كمان مشهد حضاري مميز لإلنا لبلداتنا العربية في بلادنا. فهذا الموضوع التخطيط الحديث أنا حسب رأيي لازم يجاري ويأخذ نظر الاعتبار
أنه كمان كيف يتفرج على القديم وكيف يدمج القديم معه، مش يهمله ويفرغوا من يعني مضمونه. كمان شوي بتختفي معالمنا كمان شوي. يفرغوا مضمونه. إنما مجرد يعني اليوم إحنا جينا أخذنا مركز مديني حديثي. لبسناه في قالب قديم. هذا الإشي زي مثل واحد جسم إنسان عنده بدلة صغيرة بدي لبسها على محل كبير. صعب كتير تسوي الشغلة هاي. فعشان هيك اليوم يعني الإشي اللي افتقدناه كيف حكى كمان برضو الأخ شادي في السابق، عدم توسيع الحيز تبع البلد القديمة هو كمليا ضرب البلد القديمة وأضعفها. نتيجة أنه صار في عليها يعني ثقل إضافي غير عادي غير طبيعي غير متوازن مع قدرات استيعابها. علشان هيك صار في عملية هدم للنواة التاريخية، ما في صار في عملية محافظة. مقابل ذلك كان في عملية بناء خارجي عشوائي عن البلد القديمة اللي ما أخذت بنظر الاعتبار، ما أخذت معايير أو مواصفاتنا الحضارية، المشهد الحضاري إحنا نكون موجودين فيه. بالتالي أنا بقول في النظرية المعمارية الحديث اليوم كمان في قلائل من المنظرين المعماريين بالعالم اللي بيحكوا عن مصطلح اللي أنا بسميه الحداثة المبدعة. ما هو الحداثة المبدعة؟ الحداثة المبدعة هي الحداثة اللي بتتكلم لغة العصر الحديث ولكن تأخذ بنظر الاعتبار المكان وخاصية المكان وعكس خاصيات المكان في المشهد الحضاري برضو كمان للبيئة المعمارية المبنية. نعم. شادي، الختام مع إضافتك الأخيرة رح يكون، يعني سمعنا عن هاي القضية من جوانب مختلفة، الكلمة الأخيرة لحضرتك. أنا بدي أحكي على جانب صغير بشكل سريع، موضوع آخر مهم وإله يعني وزن كبير في مجال التخطيط هو موضوع الترفيه والحدائق العامة وفتح يعني الحيز العام والأحراج والطبيعة وإتاحتها لاستخدام الجمهور لقضاء وقته الجميل. أنا أريد أن أنتهز الفرصة لأخبر الجمهور بأننا بالأمس في المركز العربي للتخطيط البديل أرسلنا رسالة إلى كل السلطات المحلية العربية وإلى مهندسي هذه السلطات نعلمهم بفتح تقديم الطلبات لما يسمى بصندوق حماية المناطق المفتوحة بالعبري هكيرن لشتحيم بتحيم. وأنا أدعو كل رؤساء السلطات المحلية ومهندسيها أن يعني يستعدوا لتقديم طلبات لإقامة متنزهات ومسارات للدراجات الهوائية ومسارات للمشي في محيط بلداتنا العربية، ونحن على استعداد للتواصل معهم وتقديم المشورة ومد يد العون لكل من يحتاجنا في أي أمر. شرط دون إيذاء الطبيعة، الشرط الأساسي عدم إيذاء الطبيعة. أكيد أكيد. هذا الشرط الأساسي. التصرف يعني التصرف بالحيز العام صحيح. مثل ما بنتصرف بالحيز الخاص أيضا. تمام. كلامكم أكثر من روعة ونورتونا بكل تأكيد. محمد مصالحة، شادي خليلية، أديب نقاش، أهلا وسهلا بحضوركم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. يسعد صباحكم. شكرا لمقولتكم المهنية جداً.